معنا عبر الهاتف من اسطنبول السيد أسعد الخزاعي الناشط الحقوقي. مرحبا بك يا سيد أسعد. بداية، هناك مخاوف من تصاعد حملات الاعتقالات العشوائية التي تقوم بها القوات الحكومية، ما تعليقك على ذلك؟ أهلا وسهلا بك أخي الكريم. بالنسبة للاعتقالات العشوائية التي تقوم بها الحكومة بناء على إفادات المخبر السري أو إفادات أشخاص آخرين، بصراحة نحن نتابع هذا الموضوع عن كثب ونتواصل مع أشخاص من مختلف المناطق التي كانت خاضعة لتنظيم داعش الإرهابي. وصلتنا الكثير من المعلومات التي تفيد باعتقالات عشوائية مستمرة ومتكررة للمدنيين في هذه المناطق، وهنالك أشخاص أحيلوا إلى القضاء بعد التعذيب وانتزاع اعترافات بالإكراه، كما أن هنالك أشخاص آخرين يساومون بين الفترة والأخرى على استحصال مبالغ نقدية ورشاوى وإتاوات من قبل ضباط في الأجهزة الأمنية. ونحن نتابع هذا الموضوع مع الأمم المتحدة ومكتب المفوض أو المفوضية السامية لحقوق الإنسان في العراق التابعة للأمم المتحدة، وهنالك إجراءات جدية تتخذ بخصوص هذا الموضوع. نعم، بخصوص أزمة المخطوفين في الصقلاوية، أصبحت هذه الأزمة واحدة من الأزمات التي يعاني منها العراقيون، إلى أين تذهب برأيك هذه الأزمة؟ كذلك أخي، موضوع المختطفين هذا الموضوع على جدول أعمالنا، ونحن الآن في صدد مخاطبة أو في صدد اتخاذ إجراءات من قبل الأمم المتحدة بالتنسيق مع منظمتنا والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان في داخل العراق والمنظمات الأممية، وأهم منظمة هي الأمم المتحدة. هناك تنسيق مشترك لمتابعة ملف المختطفين. هناك أنباء بأن ذوي المعتقلين يضطرون إلى دفع مبالغ مالية كبيرة لإطلاق سراح أبنائهم، هل وثقتم هذا الفساد؟ نعم أخي، وثقنا، وأنا قبل قليل قلت لك بأن هنالك ضباط فاسدين في الأجهزة الأمنية الحكومية يساومون المختطفين ويساومون ذويهم على مبالغ نقدية، وهذه الحالة وثقنا. آخر حالة كانت قبل أيام معدودة، هنالك شخص ساوموا على مبلغ 600 مليون دينار عراقي، لم يستطع استحصال سوى تقريبا من عندها ثلث المبلغ، واحنا فتحنا مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان وفتحنا الامم المتحده مكتب حقوق الانسان في بغداد، وهنالك اجراءات تتخذ بخصوص هذا الموضوع. ما مصير المعتقلين برايك في ظل الحديث عن عمليات تعذيب تجرى في سجون حكومه بغداد؟ نعم، الان الحكومه في بغداد تدعي اجراء التحقيق، والضغوطات مستمره من قبل المجتمع الدولي على بغداد لايقاف عمليات التعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه، وان شاء الله يعني خلال الفتره القادمه نلاحظ تغييرات على ارض الواقع. ربما استمعت الى تصريح النائب خالد المفرجي الذي قال ان هناك 5000 معتقل في سجون الاساش الكرديه، هل تعتقد أن هذا الخبر صحيح بهذا الحجم من المعتقلين العرب السنة؟ وهل هناك معلومات عن مصيرهم؟ بالتأكيد بالتأكيد أخي، بما أنه صدر هذا التصريح عن نائب في البرلمان العراقي، إذن هو كان على مقربة، ونحن لدينا معلومات أيضا عن هذا الموضوع ونتابع هذه الأمور مع الجهات المعنية. شكرا لك سيد أسعد الخزاعي، هاتفيا من إسطنبول الناشط الحقوقي.